بسم الله والحمد لله. المشعوذ التنزاني المعروف أبوجا مونجو طالع يشعوذ على المنتخب الجزائري وبيقول الآتي، بيقول: القوة الخفية المتربصة بي أخبرتني إن إحنا هنفوز على الجزائر بهدفين 2-0، واحد من ضربة جزاء والتاني بهدف عكسي بعد بربكة من دفاعهم، ممكن مثلا يجيبوا عمورة يعني فيكو. بيقول: سخرت قوى الشر الخاصة بي واستعنت بجلود الأفاعي وجلود النمل. أنا راضي ذمتك عزيزي المشاهد، أنت متخيل إن النمل ليه جلد؟ فضلات الضباع وبعض من بول القطط المتشردة، بول الماعز وريح الضربان النتنة. أنا بتهيألي في كل الكلام ده اللي أنت صادق فيه إن أنت هتجيب فضلات بكاري جسامة. بيقول: أبوجا مونجو سوف يصاب لاعبوهم بالجنون، وحارس المرمى هيجيله سعال ديكي وإسهال، وهيحتاج كل دقيقة يروح الحمام. يعني معنى كده إن الماتش 90 دقيقة بن زغبة هيروح الحمام 90 مرة؟ يقول: لقد قمت بكتابة تعويذة مخصوصة للاعب رقم 10 في فريقهم، بركاتك يا حاج بليلي هتاخد تعويذة مخصوص. مش كده وبس، ده حط التعويذة دي في فتحة شرج أحد الفيلة التائهة في أدغال إفريقيا. يعني مش بعيد يوسف بليلي يطلع من الماتش ويجري في أدغال إفريقيا يدور على الفيل علشان يطلع من مؤخرته التعويذة. أنا ده كله مش فارق معايا، اللي فارق معايا ثلاثة جزائريين دخلوا علقوا على الموضوع بيقولوا إيه بقى؟ الأول بيقول: لا أظن أن الشيطان سيقبل بالتعاون معك. الشخص التاني وده أذكى شوية بيقول: لو كان عندك فايدة كنت اشتريت لنفسك حوايج بدل ما أنت قاعد نصك ملط كده. تالت وده أحسن رد قال: وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلاص بعد شوية الماتش هيبدأ وإن شاء الله منتخب الجزائر يرجع بالثلاث نقط وتصدر المجموعة بست نقط ويشرفنا في كأس الأمم 23 كوت ديفوار عند المعلم دروجبا ان شاء الله. لايك للفيديو، ابوني للقناة، تابعونا.